ومن أحبه الله جعله برحمته يطيعه، فمن استمرأ المعاصي والبعد عن الله وأعرض عن دينه فما ذاك لقوة فيه، وإنما الأمر كله أن الله خذله. ومن يقبل على الطاعة، يحب الجمع، يحب الجماعات، يقوم الليل يصلي لله، يعقد أنامله بالتسبيح، يبر والديه إجلالا بالله، يحتسب عند الله وضوءه في اليوم الشائت، ويأتي إلى بيوت الله يذكره فيها، من صنع هذا ما كان له أن يأتيه لولا أن وفقه الله، وما وفقه الله لهذا إلا لأنه يحبه. ومن كان الله يحبه فإن الله لا يعذبه بالنار. ومن كان الله يحبه فإن الله لا يعذبه في النار. وأنت تعلم أيها المؤمن أن القلب مضغة جعل الله فيها من الخصائص ما لم يجعل في غيرها. ومن الحياء مع الله أن تستحي أن تقبل على أحد بقلبك غير الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وما قضى أنبياء الله ورسله حياتهم إلا في تعظيم ربهم وإجلاله ومحبته وخشيته. الله جل وعلا يقول: وأهديك إلى ربك فتخشى، والمعنى أنني لا أدلك على الطريق لتزداد معارفك وتعظم مناهلك، بل أدلك على الطريق حتى ينجم عن هذا خشيتك لربك. وجاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ أن خلقت النار. اللهم إنا نسألك قلوبا تسلم لك وتحبك وتشتاق إلى لقائك.